شهد محافظ الفيوم أحمد الأنصاري ومحافظ بني سويف محمد هاني غنيم الجلسة الافتتاحية للمهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية الذي تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر وبالتعاون مع محافظة الفيوم وعدد من الوزارات المعنية. ويهدف هذا المهرجان إلى تعزيز قدرات صغار المزارعين وتحسين سبل معيشتهم وتوعيتهم بالممارسات الزراعية النظيفة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه العاملين بقطاع النباتات الطبية والعطرية وسبل التغلب عليها. احنا النهارده مشاركين في مهرجان النباتات الطبية والعطرية، وده أول مهرجان يقام خاص بها النباتات الطبية والعطرية وفي محافظة الفيوم، وإن شاء الله يكون في يعني يكون مهرجان سنوي ويكون كل سنة في زيادة في عدد الشركات المشاركة والمزارعين وكافة العاملين في سلسلة الإمداد للنباتات الطبية والعطرية. محافظة الفيوم بتمثل حوالي 25% من المساحة المزارعة بين الطبية العطرية على مستوى الجمهورية، فيها حوالي ما يقارب 30,000 فدان، وطبعا تعتبر المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية. ولذلك هذا المهرجان مهرجان مهم جدا، لأن احنا نقدر نلقي الضوء على هذا القطاع في محافظة الفيوم، وفي نفس الوقت هو ملتقى للمزارعين أو للمنتجين والمسوقين بكافة أشكالهم، سواء كانوا تجار أو سواء كانوا شركات مصدرة اللي هم الشركات العارضة. في حوالي 70 شركة عارضة ما بين شركات ناشئة وشركات موجودة بالفعل ولها أسواقها المختلفة في كافة دول العالم.